ضيع جهوداً صحية وتسبب بحجر آلاف الأشخاص. ما زالت الصين يا سادة مقيدة بمحاربة فيروس كورونا حتى اليوم. ففي العاصمة بكين وشنغهاي بدأت السلطات أخيراً بتخفيف قيود حظر التجوال شيئاً فشيئاً، إلا أن رجلاً في أوائل الأربعينات من عمره طلب منه التزام العزل في المنزل بعد دخوله مركز تسوق اعتبر منطقة خطرة، لكنه خلال هذه الفترة لم يلتزم وخرج عدة مرات مخالطاً المجتمع. وعند الإبلاغ عنه ثبت إصابته وزوجته بالوباء، لتأمر السلطات على الفور أكثر من 200 شخص يعيشون في عمارته بالذهاب إلى مركز الحجر الصحي الحكومي، لتفرض الحجر الصحي الإلزامي على أكثر من 5000 آخرين يعيشون في الحي، مما أثار موجة غضب بين رواد مواقع التواصل لتصرف الرجل الغبي بعد أن خففت القيود.